السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثاني الأساسي من مدرسة وروضة البيت العتيق الإسلامية. كيف حالكم يا صغاري؟ أدعو الله تعالى أن تكونوا بخير وسلامة وعافية. والآن سأقوم بقراءة الدرس كمراجعة سريعة، ثم سأقوم بشرح تدريبات صديق من ورق، فتابعوني وركزوا معي يا أحبائي. هيا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. صديق من ورق، تحب ليلى المطالعة كثيرا، اختارت كتابا من مكتبة والدها لتقرأ فيه. سمعت الكتاب يتحدث إليها: أهلا بك يا ليلى، بين أوراقي أجمل القصص وأحلى الأخبار وفيها الرسومات الرائعة. سأذهب بك إلى الفضاء الواسع والبحار العميقة وفوق الجبال العالية والغابات الخضراء. قالت ليلى: كم أحبك حين تروي لي قصص الحق والخير، أنت أيها الكتاب صديقي المخلص.